استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق له. ونقل وزير الخارجية التركي تحيات وتقدير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس السيسي، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. كما ركز اللقاء على مستجدات الوضع الإقليمي، حيث أكد الرئيس السيسي على أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، مشددا على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، حيث عرض السيد وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية، موجها بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. كما وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد، وذلك استغلالا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري، منوها إلى أنه سيتم عرض محاور ومكونات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على الرئيس السيسي للاعتماد والبدء في تنفيذها. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية بأن يكون هناك تصور محدود لبرنامج دعم الصادرات يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنويا في عام 2030. وأضاف الدكتور مصطفى أنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مستحقات المصدرين بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضا بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراض جديدة. شهد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو افتتاح فعاليات ملتقى العاصمة الأول لفنون الطفل الذي تنظمه وزارة الثقافة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد وزير الثقافة أن هذا الملتقى يأتي كنقطة انطلاقة قوية لسلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعتزم قطاعات الوزارة تنظيمها تباعا لتقديم الخدمة الثقافية للعاملين بالدولة وأبنائهم بالمراحل العمرية المتعددة، والتي تمثل مشروعا نهوضيا ضخما يستهدف خلق بيئة حديثة متكاملة متطورة تحظى فيها الثقافة والفنون بأهمية كبيرة لتفعيل أهداف الدولة في بناء الإنسان لتعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على التراث. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، والتي انطلقت خلال الفترة من 11 من يوليو وتستمر حتى 30 من أغسطس الجاري. وينظم المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية إضافة إلى أنشطة وفعاليات ترفيهية أخرى.